سالم يبين لك المغشوش ويظهرنا ويا الخلق ليث عميق الجاش ولا تنخدع بالمعدن اللامح المنقوش ولو تفحصه يتبين انه راخص وماش وقال المثل من طاح لازم تجه مخوش ولا ينفع المنصب مرهم وفوق الشاش وشوف دايرة له دعش تفرق عن المرشوش يا البعد والمرمى وفي ساعة المهواش ولا تتبع المقفي ولو ناش قلبك نوش ضعيف الجهد ما هو بمحزام ولا رشاش جواد بمن هو في الحضاين تعش وشوش يطوي دروب القاك لو ما معه منقاش ومن سايرك لاجل المصالح ولاجل قروش فداك ابتعد عنه مسافات ولا انحاش ومن سايرك لاجل المصالح ولاجل قروش فداك ابتعد عنه مسافات ولا انحاش الوقت يا سالم يبين لك المغشوش ويظهرنا ويا الخلق لي في عميق الجاش ولا تنخدع بالمعدن اللامع المنقوش ولو تفحصه يتبين انه راخص وماش وقال المثل من طاح لازم تجه مخوش ولا ينفع المنصب مرهم وفوق الشاش وشوف دايرة له دعش تفرق عن المرشوش يا البعد والمرمى وفي ساعة المهواش ولا تتبع المقفي ولو ناش قلبك نوش ضعيف الجهد ما هو بمحزام ولا رشاش جواد بمن هو في الحضاين تعش وشوش يطوي دروب القاك لو ما معه منقاش ومن سايرك لاجل المصالح ولاجل قروش فداك ابتعد عنه مسافات ولا انحاش ومن سايرك لاجل المصالح ولاجل قروش فداك ابتعد عنه مسافات